يعطيكم العافية، تشرفنا صباح اليوم بلقاء صاحب السماحة مفتي الجمهورية. بداية فنبارك له بمناسبة الإسراء والمعراج، هالمعجزة يلي الله خص فيها نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيفرجي قدرته وتيكرم هالنبي نبي الأمة ونبي العالم، واللي كمان للصدفة مثل كل مناسباتنا اللبنانية الوطنية والدينية بتتزامن مع بداية الصوم الكبير للإخوة المسيحيين بكل العالم. نتمنى أنه هالمناسبات الدينية الغالية والعزيزة تبقى وتنعاد وترجع على كل اللبنانيين كل السنة القادمة بظروف أفضل وبظروف أحسن. طبعا تناولت مع سماحة المفتي ملف الانتخابات، ملف تحضيرات وزارة الداخلية وجهوزيتها لإنجاز الانتخابات، هيدا الاستحقاق الدستوري يلي إلهم ناطرينه اللبنانيين منذ أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، واللي التزمت الحكومة بالبيان الوزاري بإنجازه، واللي أنا اشتغلت على كل التحضيرات سواء اللوجستية أو الإدارية وحتى التحضيرات المالية، لأن نكون نحن نقدر نقول أن نحن جاهزين لإجراء الانتخابات، ولكل لبناني يقدر يدلي بصوته بحرية، ولتنكون نحن نخلص من هيدا الاستحقاق ولبنان بإذن الله ينتقل لمحل أفضل. وضعت سماحته طبعا بالمستجدات، إذا بنقدر نسميها المستجدات الأمنية، وعملنا بالداخلية وطبعا القوى الأمنية بمكافحة الجريمة، تجارة المخدرات، تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب. وطبعا نوه سماحته بالجهد الكبير والاستثنائي يلي عم تقوم فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة المعلومات وكل الأجهزة الأمنية يلي عم تتحلى وتتمتع بحرفية وبمناقبية عالية وبحس كبير بالمسؤولية. هيدا الجهد يلي عم تقوم فيه المديرية طبعا على رأس اللواء عثمان يلي كلنا وسماحة المفتي بيقدروا وبيكنوا له كل تقدير على الجهد الكبير يلي هو عم يقوم فيه. دولت مع صاحب السماحة وخد توجيهاته بكل الأمور يلي هي بتهم البلد ككل، الوطن ككل، لبنان وطبعا الطائفة السنية يلي سماحة المفتي حريص عليها، حريص على دورة الوطني مثل ما هو حريص على كل الوطن. البعض يشكك سياسيا بإجراء الانتخابات النيابية، ماذا تقول في هذا البعض؟ الانتخابات النيابية ستجري وهذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري والتزام مني شخصيا، وأنه الذرائع التي تتحدث عن عدم إجراء الانتخابات أنا بقول عم تزول الواحدة تلو الأخرى. نحن تمكننا من إنجاز كل التحضيرات بوقتها وحتى قبل وقتها، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات ونتابع الوضع الأمني بشكل دقيق ويومي للوصول إلى انتخابات جيدة وبأجواء هادئة. معالي الوزير، حكى أنه أطلق سراح شخصين من الشبكة الإرهابية أو الشبكات اللي لقطوهم، هل هالشيء صحيح؟ في شيء بهذا الموضوع؟ المحكمة العسكرية أطلقت سراح شخصين من شبكة التجسس، من شبكات التجسس يلي كانت وليس من الإرهابيين. من شبكات التجسس يلي كانوا 32 موقوف تم إطلاق بعضهم من قبل المحكمة وليس من قبل الإرهابيين.
موضوع أنتم بتشوفوا أنه موضوع الإرهاب على قدر الجدية التي نحن نعالجه بها، أكيد القضاء سيكون يتعامل بالموضوع بنفس الجدية. ونحن بهيدا الإنجاز يلي قامت فيه المديرية العامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، قدرنا نحمي البلد، كل البلد، وخصوصا المنطقة التي كان مخطط إلى يصير فيها الانفجار. دار الفتوى هي دار لكل اللبنانيين، وهي مرجع ومحج دائم لكل اللبنانيين. أنا موجود بدار الفتوى بزيارة لسماحة المفتي للوقوف على آرائه الوطنية بكل المستجدات. ما سمعته من صاحب السماحة هو وقوفه على مسافة من كل اللبنانيين، ووقوفه على مسافة واحدة من كل أبناء الطائفة السنية، ودعوته لإجراء الانتخابات وفقا للقانون ووفقا للدستور. الطائفة الإسلامية السنية وإن كانت متنوعة إنما هي موجودة وتبقى دائما تحت عباءة صاحب هذه الدار يلي هو حريص على كل أبناء طائفته. الطائفة السنية لا تنقسم، الطائفة السنية تعمل بتنوعها تحت عباءة صاحب هذه الدار، وفي سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، وإن أي تنوع قد يكون مطلوبا انما هو ليس بمثابه انقسام. وزير فيما يتعلق بالميجا سنتر هذا رجع انطرح ويمكن يصير مقدمه لالغاء الانتخابات، شو بتطمن الموضوع؟ موضوع الميجا سنتر انا رفعت التقرير واضح يوم الجمعه على رئاسه الحكومه، وان هذا الموضوع اذا كان بايد الحكومه فالحكومه هي ملتزمه في بيانها الوزاري باجراء الانتخابات. وان التخوف انكم تعتبروا انه الحكومه بدها تطير الانتخابات بحجه معينه لا اعتبره في محله في ضوء التزام الحكومه. طرح الميجا سنتر هو راي او هو طلب طرحه فخامه الرئيس، وطلبنا اسبوع لوضع التقرير، والتقرير موجود عند رئاسه الحكومه وسيعرض على الوزراء. انما موقف الحكومه هو اجراء الانتخابات وليس تطييره. شكرا معك.